انظروا جمال هذه الحديقة الرائعة، يوجد فيها كما تشاهدون شلالات اصطناعية، وأيضا يوجد فيها نوافير، يأتي الإنسان إلى هنا ويجلس. هنا يوجد ألعاب رياضية، طبعا هذه في نفس منطقة اسكودار بجنب تقريبا احدى ضواحيها، كما تشاهدون هذا البرج، برج اسطنبول في الجانب الاسفل مع تحيات الملك صقر، وسط الحديقه الجميله.